والحقيقه هو بالظبط كده، ان فكره ان بونا الانسان هي مش عصايه سحريه، مش هيجي وزير التعليم مثلا يشاور بايده منظومه التعليم تتصلح مره واحده، مش هيعلن الخطه فكل الناس هتلتزم بيها. البنى مسؤوليه، ومسؤوليتنا كلنا، ونجاح الخطه اساسها ان احنا اكتر كمان من الحكومه. يعني مثلا وزاره التعليم امبارح طلعت قرار بان هي تمنع الدروس الخصوصيه نهائيا، وقالت انها هتحول الدروس الخصوصيه لجنايه مش جنحه. وانا هكلم حضراتكم معانا الخبر ده، هنتكلم فيه ونعرف الفرق ما بين الجنحه والجنايه، وايه يعني مصير المدرس اللي بيدي دروس خصوصيه. بس هي الفكره في ايه؟ ان هو قرار الوزاره طلعته، الوزاره قالت ان اللي عايز يدي دروس خصوصيه لازم يكون بترخيص من الوزاره نفسها. كام واحد بقى التزم بالقرار ده؟ كام واحد من المدرسين التزم من اللي بيدوا دروس خصوصيه وقال خلاص انا مش هدي دروس خصوصيه، او لما حد كلمه في تليفون من الطلبه قال له لا انا مش هقدر ان انا ادي دروس خصوصيه عشان القرار. عفوا. او حتى من اولياء الامور. كنت بتكلم مع حد النهارده فبيقول لي ان المدرسين بداوا يرفعوا سعر حصه الدروس الخصوصيه عشان البنزين غلي. وده اللي موجود في منظومه الصحه كمان، وفي منظومه الاصلاح الاداري، وفي كل منظومه الدوله بتعملها. المواطن هو الاساس، المواطن هو اللي هيقول اذا كان الاستراتيجيه دي هتتطبق ولا لا، هيقول اذا كان هينفع ان احنا نوقف دروس خصوصيه ولا لا، هيقول اذا كنا احنا نقدر ان احنا نطور التعليم ولا لا. ما هو التعليم مش هيتطور بس بوزاره التعليم على فكره، التعليم هيتطور بينا بالاولياء الامور وبالطلبه.